طب جميل دكتور، جدا. الخطوط الرفيعه بتظهر في الوش في الجبهه دي بقى ليها سن معين لا ولا ملهاش سن خطوط خالص خالص، تعبيريه؟ هي الناس دايما رابطه الحقن بالسن الكبير، ودايما الناس ممكن تبقى صغيره وعندها مشاكل بس حاسه ان انا ايه، طب انا لسه صغيره لما اكبر. اكبر غلط ممكن نقع فيه ليها دعوه باللايف ستايل والتعابير بتاعه الوش حسب الوظيفه. في ناس بتستخدم الفيشل اكسبريشن كتير، قوه العضله عندها بتخليها تبان في سن صغير. طيب معانا صوره. ايوه البنوته دي احنا عملنا لها الديوفيشيال. الديوفيشيال ده تنظيف طبي علاجي مناسب لسنها، هي بنوته صغيره كان عندها يمكن 19 سنه، كان بتعاني من بلاك هيدز وايت هيدز كتير جدا في جبهتها. السيشن دي واحده من السيشنز القويه قوي اللي بتناسب بقى كل التين ايجر، لان دي بتبقى مشكلتهم الاساسيه البلاك والوايت هيدز والكوميدونز اللي موجوده اللي هي بدايات لحب الشباب. اول ما بنلحقها بالسيشنز دي بتبتدي تعالجها وكمان تحسن دهنيه البشره، فبالتالي بتقلل فرصه ان الحبوب دي كمان تطلع. تمام. طيب يا دكتور، مع السيشنز والحاجات دي يبقى في كريمات بتلتزم لازم بيها، غسول مثلا؟ بصي الروتين في البيت مهم جدا وجزء لا يتجزا من الجلسه. دايما بقول لهم ولا جلسه لوحدها ولا كريمات لوحدها، الاثنين كومباينيشن ثيرابي بيكملوا بعض عشان تلاقي احسن نتيجه وتحافظي كمان على اي حاجه بتعمليها. تمام. طيب دلوقتي هل الخطوط التعبيريه دي بتيجي اكتر من التكشير ولا من الضحك؟ حسب حسب. في ناس ليها مثلا وظيفتها انها مضطره تبقى مبتسمه على طول، هتلاقي هنا الكراوس فيت حوالين عينيها كتير، هتظهر بدري. في ناس مثلا بتركز على لابتوب وشغلها فيه تنشن وستريس بتكشر، هتلاقي ال 111 هنا تظهر. في ناس بتبقى بتندهش وهي بتتكلم، اي حاجه تقوليها لها ترفع حواجبها تلقائي، دي حركه لا اراديه طبعا، فيبتدي الخطوط في الجبهه تبان في سن اصغر. تمام.